الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الترمذي رحمه الله: كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة آل عمران. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو قريب ومحمد بن العلا ثقة ثبت أمين روى له الجماعة. قال: حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي التنين من الثقات الأثبات من أساطير المحدثين. قال: عن الربيع بن صبيح ابن صبيح هو من الثقات، نعم. وحماد بن سلمة مقرون بحماد بن سلمة جليل القدر شديدا على أهل البدع. قال: عن أبي غالب. من أبو غالب؟ ما أتذكره الآن، تفضل. أبو غالب يمكن الهمداني، يقول هو الهمداني، نعم صحيح، قلنا قبل ذلك. نعم. قال: رأى أبو أمامة رضي الله عنه رؤوسا. أبو أمامة هو الذي رأى، نعم. رأى أبو أمامة رضي الله عنه رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، فقال أبو أمامة: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه ثم خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعا ما حدثتكموه. هذا حديث حسن. وأبو غالب اسمه حزور، وأبو أمامة الباهلي اسمه صدي ابن عجلان وهو سيد باهلة. قال: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. هذه العلاقة فيها بسورة آل عمران بقول الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، كأنه قال: وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والضلالة. وهذا والله حق، إيه وربي، يوم القيامة تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وإن كان عليهم ما عليهم، وتسود وجوه أهل البدعة والضلالة وكان لهم ما لهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يختل جنة أقوام بين طوائف بين يدي فأقول ربي ربي وصيحابي وصيحابي، وفي رواية أصحابي أصحابي، وفي رواية أمتي أمتي، فيقال: يا محمد إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، يا محمد إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تسود وجوه أهل البدعة والضلالة. وأبو أمامة يرى بأن الآية تنزل أو تطبق على مثل الخوارج، فهم أعظم الفرق ضلالا وبدعة. جيد، حريص الآن، ابتدى ما شاء الله ينتفض واستدرك علينا مسألة الترجمة جزيت الجنة، حريص، أحسن الله إليك. فهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قلنا أبو أمامة يرى بأنها تسقط على أهل البدع والضلالة عموما، فكل مبتدع ضال ينزل تحت قول لا لا فعلاء يتهدد بهذه الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وتسود وجوه البدعة والضلالة، وأعظمهم ضلالا هم الروافض وأيضا النواصب الخوارج، يعني فرقتان متضادتان لكنهما أضل فرق أهل السنة، أضل فرق أهل الإسلام، وهم فرق نارية، فرقة الخوارج. لذلك يقول أبو أمامة عندما رأى الرؤوس يعني تكون على درج في دمشق قال ذلك، وقرأ قال: شر قتلى، أو قال: كلاب أهل النار، كلاب النار، كلاب النار. لذلك قال له السامع: أسمعت أنت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أسمعت أنت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إيه وربي، وليست مرة واحدة ولا مرتين. الكلام هنا على أهل البدع والضلالة وهم الخوارج، والخوارج من أضل من أضر الفرق، من أضل من أضل الفرق ومن أضر الفرق. الخوارج يكفرون أهل السنة، يكفرون العوام، ويكفرون أيضا أهل العلم، وليس لهم إلا دماء هؤلاء. فهنا الخوارج لما رأهم أبو أمامة الذين خرجوا على علي بن أبي طالب، لما رأهم أبو أمامة معلقة رؤوسهم قال رضي الله عنه وأرضاه، قال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقال: كلاب النار، كلاب النار، ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. الخوارج هو كل من خرج على ولي الأمر يكون من الخوارج،
والخروج قد يكون بالسيف وقد يكون بالقول. الخروج قد يكون بالسيف وقد يكون بالقول، لأن الخروج بالقول لازم لخروج السيف. الخروج بالقول لازم لخروج الخروج بالسيف، والمعنى بأنه إذا خرج بالقول وفرق الناس عن ولي الأمر وأخذ يعمل الكلام في الإظهار فساد ولي الأمر، ظلم في ولي الأمر، بدعة ولي الأمر، فالناس ينفرون من ذلك، يؤلب الناس جميعا ثم يجتمعون على الخروج عليه، كما حدث إن سواء كان حقا أو كان باطلا وزورا. فكان باطلا وزورا وكذبا وبهتانا على عثمان رضي الله عنه وارضاه، فكان الخروج أولا بالقول كما فعل عبد الله بن سبأ، وأخذ يعدد المآخذ على عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. لما فعل ذلك قلب الناس عليه حتى خرجوا عليه قتيلا فقتلوه مظلوما شهيدا رضي الله عنه وارضاه. وهو الذي قال له السلام عندما استساره في مسند احمد، ساره السلام بكلام قال: ان الله يقمصك قميصا فان ارادوك على خلعه فلا تفعل. فالخروج عليه بالسيف كان ابتداء خروج بالقول. ولذلك لما قالوا: ولو وجدنا ظلما وجدنا عوجاجا وجدنا منكرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح ولي أمره فليأخذ بيده ولينصحه سره. حديث عبد الله بن غنم، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان يعني لو كان عندكم من الفقه والعلم والدقة والإتقان توجيه فوجهه. وعندنا كلام الصحابة مع عمر بن الخطاب، هذا حالة خاصة بالصحابة لمكانتهم الراقية عند ولاة الأمور. لما قال سلمان: إن اعوججت قومناك بسيوفنا، من لي بمثل سلمان؟ من لي بمثل سلمان له المكان عند ولي الأمر، لكن اجعل أحدا يصعد ويقول يعني لأي ولي أمر بمثل هذا الكلام، لا يمكن أن تجد سالما بعد ذلك في هذا الباب. لما؟ لأنه المسألة فيها تأليب على الأمور، فيها إفساد وفساد. فالحق بأن الخروج باللفظ لازم للخروج بالسيف، وهذه علامات الخوارج. هم سموا بذلك لأنهم خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وعلى معاوية بن أبي سفيان، وكفروا علي بن أبي طالب، وكفروا معاوية بن أبي سفيان، وكفروا عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع. الخوارج طائفة من الطوائف المبتدعة، منشأهم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، عندما دخل غائر العينين محلوق الرأس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم، قال: يا محمد. شوف سوء الأدب. ولذلك تعلم أن من الخوارج، من صفات الخوارج، سوء الأدب مع الأفاضل وعدم توقير الأفاضل كما تراه الآن في العلماء، وأن ينتقصون من العلماء أو يقدحون في العلماء. هذا سوء أدب مع أهل العلم من فعل الخوارج، من صفات الخوارج. قال: يا محمد. وقد قال الله نهينا عن ذلك في كتابه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال: يا محمد اعدل، فإنها قسمة لا يراد بها وجه الله. قدح في عدل النبي صلى الله عليه وسلم، كفر بذلك. فقال عن الخطاب: دعني أضرب عنق هذا المنافق. دل على النفاق بأنه يشكك في عدل النبي صلى الله عليه وسلم، في عدالة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عدل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: دعه يخرج من ضد هذا الرجل أقوام يقرؤون القرآن لا يبلغ تراقيهم، لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم. ولذلك الإنسان قال: هم كلاب أهل النار. قال: طوبى يعني طوبى لمن قتلوه، فهو شهيد. وقال: هم كلاب أهل النار. وقال إن سلم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وكل هذه أدلة استدل بها بعض العلماء على كفر الخوارج. وهذه المسألة الثانية التي نتكلم فيها، الخوارج سموا بذلك، وخروجهم منشأ الخروج كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر عصر النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال له: يا محمد اعدل. ثم برزوا واشتدت شوكتهم في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه وارضاه، ثم خلافة علي بن أبي طالب، وقتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. حكمهم، اختلف العلماء في حكم الخوارج على قولين: قول على أنهم كفرة، وهؤلاء عندهم أدلة وجيهة وقوية جدا في كفر الخوارج، استدلوا على كفر الخوارج بقول النبي صلى الله عليه وسلم:
يمرقون من الإسلام، أو قال يمرقون من الدين، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، يمرقون من الدين كما يمرق. قالوا هذه دلالة أنهم خرجوا من الدين يعني كفر. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أدركتهم لقتلتهم قتل عادل وإرم. حق أنني قلت ذلك وفصلته، ولكني أعيد وأكرر، والتكرار معه الاستقرار. والجمهور يرون جمهور أهل العلم كما نقل الخطابي وأقر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية بأن الجمهور قالوا بأنهم ليسوا بكفر، هم قوم أهل بدع وضلالة لكن ليسوا بكفار، ما خرجوا من الملة. واعتمادهم الأصيل في ذلك صاحب الواقعة، صاحب الواقعة، وهو الذي عصرهم وقاتلهم وقتلهم. وكانت علامة نيرة على أن الحق مع علي، قال تنبت نابتة، فقال السلام يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وأعطى السلام علامة علي بن أبي طالب الرجل ذو السدية، بحث عنه حتى رآه، ثم سجد لله، ثم خر لله ساجدا وقال قد صدقني خليلي صلى الله عليه وسلم. سئل علي بن أبي طالب عن الخوارج، كفار هم؟ قال والله من الكفر إيش فروا، ليسوا بكفار. فقالوا هم منافقون؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. يبقى لا كفار ولا منافقين. فقالوا إذن من هم؟ فقالوا أو ما هم؟ فقال إخواننا بغوا علينا، هم قوم بغاة، إخواننا بغوا علينا ولا نقاتلهم حتى يقاتلونا. وهذا فاصل في النزاع، فاصل في النزاع بأنهم ليسوا بكفرة، لا سيما أنهم كانوا يقرؤون القرآن. ولما ذهب علي بن أبي طالب يجادلهم ويناظرهم ما كفرهم، بيّن ضلالهم ورجع بثلثي الجيش، وبقي ثلث أصحاب الأهواء. وأما قول السلام يمرقون من الدين ما كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين، الدين يأتي بمعاني، يأتي الدين بمعنى الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، يأتي الدين بمعنى الجزاء، مالك يوم الدين الجزاء، يأتي الدين بمعنى إيش؟ العبادة، يأتي الدين بمعنى العبادة. فيكون هنا يمرقون من الدين يعني يمرقون من العبادة، يمرقون من الدين هنا يعني يمرقون من العبادة، عبادتهم لا تقبل، قراءتهم لا تقبل، لا تبلغ تراقيهم، عبادتهم لا تقبل، قراءتهم لا تقبل. إذن فهم من أهل السنة لكنهم حادوا عن طريق أهل السنة، فهم من أهل البدعة والضلالة. وهذا الحق بأنهم ليسوا بكفر، وإن كانوا من أضل ومن أضر الفرق لكن ليسوا بكفر. أهم ما يعتقدون هؤلاء هو تكفير مرتكب الكبيرة. وهم طوائف شتى يكفرون بالكبيرة، واستدلوا على ذلك بأدلة أنا فندتها بينتها. نأتي بدليل واحد من الذي يتمسكون به، قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف غير الله فقد كفر أو أشرك، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، سنتان وماتي هما بهم كفر. فقلنا كل ذلك موجه على أنه كفر دون كفر بالأدلة الكثيرة التي جاءت على قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مستقيم من قلبه دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، قال من مات من أمتي وقد قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق، قال 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 في الثالثة وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر وعلى رغم أنف أبي ذر. كلها أدلة واضحة جدا على الرد عليهم، وأن الحدود كفرات ردا أيضا عليهم. من اعتقاداتهم الخربة بأنهم يعني في باب العقائد أخذوا بكلام أهل الكلام، تأثروا جدا بالجهمية والمعتزلة، تأثروا جدا بأيضا الأشاعرة، ولذلك هم يقولون القرآن مخلوق، يقولون بخلق القرآن، ولا يعظمون السنة بل لا يأخذون بالسنة، يعني لا يأخذون بالسنة التي نصبت حدودا،
كالقصف وأيضا قطع اليد والسرقة ولذلك والرجم لا يأخذون به، لا يأخذون بالسنة، هذا كفر مستقل، لكن هو على التأويل. ومنهم طوائف تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من قال إن كنا قد هوينا حديثا حديثا رفعناه نسبناه للنبي صلى الله عليه وسلم، ركبنا له إسنادا وجعلناه للنبي صلى الله عليه وسلم. من عقائد من خربة، وهم أيضا من يقول بوجوب الخروج على ولي الأمر الظالم أو الفاسق أو المبتدع، يقولون بوجوب الخروج عليه، وهذا قول المعتزلة أيضا، وهذا ليس من قول أهل السنة والجماعة، بل نقل الإجماع على حرمة الخروج على ولي الأمر إن كان ظالما. الصبر على ظلمه أولى وأحق بسفك الدماء، من سفك الدماء. فهم قالوا بوجوب الخروج على ولي الأمر الظالم، وهذا لا يجوز، وليس هذا من فعل السلف. أحمد قال فتنة الدم أعظم، وقالوا أيضا بأن التقريش ليس شرطا في الإمامة، أي أحد ممكن يكون ولي أمر طالما عالما فقيها، وهذا قول قريب من قول الرافض ولاية الفقيه. لكن الحق بأن التقريش شرط، لكن له ليس شرط الصحة، التقريش شرط في الولاية ولكن ليس شرط الصحة. وشرطية التقريش يعني يكون قرشي، يعني من قريش، قول سلم قريشهم هم أئمة هذا الأمر قادتهم، لا يتقدمن أحد قريشا إلا أكبه الله في النار، الناس لهم في ذلك الأمر تبع، هذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس شرط الصحة. يعني لو تأمر علينا من ليس بقرشي وتوفرت فيه الشروط صح ذلك، صحت إمامته. هم يقولون بعدم شرطية التقريش. نعم. والحق بأنه قول أبو أمامة من الصحابة الذين يرون كفرهم، فهو قال بكفرهم لأنه قال كلاب النار، وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار، والصحيح أنهم من أهل النار للبدعة والضلالة التي هم فيها، وبتكفيرهم لأهل الإسلام وأيضا استباحتهم واستحلالهم لدماء أهل الإسلام، فهم يدخلون النار بذلك، لكن لا يخلدون فيها. ابن عباس يقول سمعت منهم دوي كدوي النحل قراءة، فإذا هم لا نعم هم لا يخلدون فيها، فهم الخوارج ليسوا كفارا من الكفر الذي يخرج من الملة، لكنهم من أضل الفرق الذين يعني قد ضلوا وحادوا عن الشرع القويم والطريق المستقيم. لذلك قال الصاحب الجليل قال هم كلاب النار، وقال سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تسود وجوه الخوارج لأنه من أهل البدعة، والمسألة على العموم تسود وجوه أهل البدعة. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يحفظنا من مضلات الفتن، ونسأل الله جل في علاه أن يحفظ أفكارنا وإيماننا، نسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وإن المرأة إذا اتبع الهوى كان من أهل الضلال كهؤلاء الخوارج. الفوائد المستنبطة، مراجعة العالم. أبو أمامة قال قولا فسألوه أسمعت ذلك، أنت سمعته من رسول الله؟ استحباب إتقان العلم، استحباب إتقان العلم، لكن هذه من وين؟ من وين استحباب إتقان العلم؟ ممتاز، حريص الآن خلاص ابتدى، وأيضا سلفي أتى بها، والأمجد أتى بها، وجهاد أتى بها، أنا منزل تحت خلاص، أنا ظل وحيدا أصله، أنا قلبي يهفو إليه، كيف أضيع؟ الحمد لله حريص رجع، الحمد لله. هو طبعا في هذا الباب أنه قال لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعا، ففيها إتقان العلم، وهذه دلالة واضحة جدا على استنهاض الهمة لذلك. من الفوائد أيضا أن الخوارج شر الناس، شر الناس من أهل الإسلام، عشان يكون الحق بالترجيح الصحيح، الخوارج شر الناس من أهل الإسلام، ليسوا بكفر. جواز الاستدلال بالعموم على فرد من أفراده، جواز الاستدلال بالدليل العام على فرد من أفراده، كيف؟
ياما وتسود وجوه على فرض من افرادي الخوارج الروافض النواصب المعتزله الاشاعره الجبريه كل هؤلاء من هذا الباب. مصاحبه الفتوى بالدليل، مصاحبه الفتوى بالدليل، هذه الفائده الخامسه. لكن من وين؟ قال سمعت من رسول الله. قال نعم قال ذلك، قال سمعت من رسول الله. اذا هذه خمسه الان. المسدد الخامسه، لا دي اربعه كده، لا لا خمسه. الاستدلال بالدليل العام على بعض افراده، نعم خمسه. مصاحبه الفتوى بالدليل الخامسه، ممتاز جزاكم الله خير. لو في اي سؤال اتفضلوا. المغرب سيؤذن ونحن سناخذ باذن الله علوم القران، وبعد علوم القران تفسير القران. نعم ابو امامه يرى بكفر الخوارج. نعم يرى بكفر الخوارج، يرى قال كتاب اهل النار. نعم في 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 التصريح، وهو قال تسد الوجوه، وجوه الكفر. نعم في سؤال شيخ صلى الله عليه وسلم. تقول كنت اعلم عن اختين انشات صفحات على الفيسبوك ولهم متابعون كثر، جزاهم الله خير، الله وحدث بينهم صراع، ونصحت لهما ولم يرتدع وقمت بالتبليغ على الصفحتين وأغلقتا لئلا ينتشر الخلاف بين المتابعين وينتشر الأمر، فهل أنا على خطأ؟ وإن كنت على خطأ فماذا يكون البديل في الفعل إن لم يرتدع؟ رفع الله مقامك وقدرك أم مسدد، جزاك الله خيرا. لكن أنا علي عندي تحفظ على ما فعلتي في مسألة الإبلاغ، لأننا أرى منك أيضا تقصيرا في النصح لهم. حتى بعد ما نصحتك لابد من النصح وموالاة النصح وتتابع النصح، وأيضا إرشادهم لمن يكون على خير فينصح. يعني كان لابد أنك أقصى يعني تستخدمي أقصى ما تستطيعين لنزع الفتيل، وأيضا لتحطيم أبواب الشيطان بينهما. عامة الحق بأنهما إن كان الخلاف بينهما كان على السطح، وأن هذا سيؤثر في العامة وفي الأتباع فيحدث الخلاف والمقاتلة وأيضا المخاصمة وتظهر هذه على الساحة، يعني الإغلاق هو الأفضل، الإغلاق هو الأفضل. لكن أنا التحفظ عندي أنني ما أراك قد استتم الأمر عندك في مسألة النصح والأخذ والرد في الكلام، وأيضا المحاولة بعد المحاولة وتكرار المحاولة للصلح بينهما. هذا يعني يكون الأفضل في هذا الباب، هذا يكون الأفضل في هذا الباب، كان الأفضل لك في هذا الباب أن تفعلي هذا. فإن استنفدت هذه الطرق بأسرها وما استطعت إلى ذلك سبيلا، وقد ظهر الخلاف على الساحة واشتد الأمر ومفاسده ستكون عظيمة، إذا ما فعلت والصواب. فقط المأخذ عليك أن أرى أنك ما استتم الأمر عندك في مسألة النصح ومسألة يعني محاولة نزع الفتيل، وأيضا محاولة المقاربة بين وجهات النظر للمحاولة لإبقاء الصفحة، لأن فيها أكيد النفع وفيها أكيد الانتفاع بها، وإسقاط الانتفاع أمر ليس بالهين. يعني أنت مشكلتك أنك ستحاسبين أمام ربك إن كانت الصفحة الأولى والصفحة الثانية بتعرض أمرا دينا، فإسقاط الدعوة أمر ليس بالهين. هي تقول بذلت معهن كثير وكل منها. شوفي أم مسدد، احفظي ما أقول لك، كل من سعى في إسقاط يعني دعوة مقامة وشريعة تنتشر فهو صاد عن سبيل الله، شاء أم أبى. هو صاد عن سبيل الله شاء أم أبى. وإسقاط صفحة كاملة أو إغلاق صفحة كاملة تنشر دينا وتنشر علما فيها نوع صد عن سبيل الله، وإن كان فيها اعوجاج كان لابد البذل بعد البذل لإصلاح الاعوجاج، والنصح بعد النصح لإصلاح الاعوجاج، والنصح للمخالفين. وأنت ترين الكتابة من هنا أو من هنا تعقبي على الكتابة،
وتبيني نقاط التوافق ونقاط الافتراق. يعني كان لابد منك البذل، لأني كما قلت لك إسقاط دعوة مقامة تنصر السنة وتنشر الدعوة إلى الله لا في علاه محاربة لله، وإن بررت ما بررت فيها نوع صد عن الله، فيها نوع صد عن سبيل الله. الله أكبر. ربي يحفظك أبا عبد الرحمن، الله يقر عينك وذريتك ويحفظ عليك إيمانك وقلبك ويثبت الإيمان في قلبك وينفع بك الأمة الإسلامية. الحمد لله، الحمد لله على التوفيق. جزيت الجنة، فأنا أعاتب أم مسدد، أنا أعاتب على مسألة التبليغ، أخطأتي في هذا الباب، لأن بالإبلاغ أغلقت الصفحة وأغلق الخير الذي كان بالصفحة، وكان يمكن استخدام الخلاف بينهما بإظهار الحق وإظهار العلم. ويا جماعة الخير، أنتم لو في خصومة، لو في اختلاف، المرد لله وللرسول، والنصح هنا سرا وجهرا، والنصح هنا سرا وجهرا، وهذا ممكن يؤثر في الآخرين، لكن إسقاط دعوة صد عن سبيل الله. فأنا أراك أخطأت يا أم مسدد، وعليك أن تحاولي أن يعني أن تسد هذه الخلة، وأن تحاولي أيضا أن تصلحي بين الاثنين، ولعل الله يعلم فيك الخير إن شاء الله. وأما نيتك فأنت مأجور عند ربك جل في علاه. إن كانت الدعوة لغير الحق والدعوة لبدعة، هذه تشمع لا تغلق، تشمع. لكن أبا بشير، حتى نكون من أهل الإنصاف، ثبت العرش ثم انقش. أولا اثبت أنها دعوة إلى بدعة، واثبت أنها أيضا مدافعة عن بدعة، فاهم كيف؟ بالكتاب والسنة والإجماع، وأيضا اثبت أنك أقمت عليهم الحجة، زدت عليهم الشبهة، وما زالوا في البدعة. هذه تشمع لا تغلق، هذه تشمع، لأن البدعة هدامة للدين. نحن بنقول أن الإغلاق صد عن سبيل الله وإسقاط دعوة مقامة، وهذا لا يجوز، هذا لا، هذا محارب لله، من يفعل بذلك محارب لله. شاء ما برر ما برر، تبريره لا يمكن أن يغني أنه صد عن سبيل الله. حفظك ربي يا أبا بشير. ثم هنا أخطر ما يكون من سؤال عن الأخت الفاضلة، الأخت إيمان، هذه الأخت، أنت طالبة علم ما شاء الله، الأخت الله لك ما لك من الفضل صراحة، يعني بتأتينا بأشياء شديدة، حفظتي، نسأل الله جلاله أن يحفظك ويحفظ عليك دينك وإيمانك، نسأل الله جل في علاه أن ينفع بك الأمة الإسلامية. تفضل، شوف انظر ماذا قالت. تقول توجد قناة فضائية فيها بعض المشايخ جعلوا من أنفسهم علماء الجرح والتعديل، فجرحوا في العلماء وكفروا الآخرين، وقد فتنت هذه القناة الكثير من الملتزمين، فهل أصحاب هذه القناة من الخوارج؟ أنا سأجيب على سؤالك. لا أعرف من القناة، والحمد لله أنك لم تسمي. من فسق وبدع وجرح ووثق وليس أهلا وليس عنده دليل ولم يأتي بالبينة، فهو فيه صفة الخوارج، فهو فيه صفة الخوارج، خوارج على الدعاء، فيه صفة الخوارج. فنسأل الله لنا ولهم الهداية، نسأل الله لنا ولهم الهداية، وأنا أنصح بعدم مشاهدة هذه القناة، والنصح لهم، وأيضا الرفق في النصح والكلام معهم على أساس أن يكون عندهم البينة فيما يقولون، لأن الجرح والتعديل ليس بالهين. يحيى بن معين مات، أحمد بن حنبل مات، يعني سعيد الخطام مات، ابن المديني مات، ما في أحد ينصب نفسه هنا عالما للجرح والتعديل. في الحديث بقية بعد الصلاة، نبدأ مناهج التفسير. جزاكم الله خير الجزاء.